الآن يا رب السلام، نسألك أيها الرب يسوع أن تتفضل علينا بكلمة من سمائك نتعزى بها جميعا ونشبع وننصرف ونحن مليئين بالنعمة. ولك المجد يا يسوع، باسمك وباسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. طبعا كلنا نعلم أننا في اليوم الأحد الثالث من الصوم المقدس. الأحد ده كلنا نعلم ونعرف أنه يسمى الابن الضال. الأب السماوي هو الذي أعطانا هذا المثل وذكره يسوع بنفسه، أب وله ابنان. هذا هو المجتمع ككل. الابن الأصغر عايش مبسوط في بيت أبوه، بيت النعمة وبيت البركة والسلام الإلهي، لكنه طلب من أبيه أن يعطيه نصيبا من الميراث الذي سيرثه فيما بعد. استجاب الأب إلى طلبته وأخذ هو ميراثه. لم يسأله الأب ماذا تتصرف فيما أخذت وكيف تتصرف، أو قال له لماذا تتسرع سيقول إليك فيما بعد. أجابه إلى طلبه. هذا ما يصنعه معنا الأب السماوي. أعطانا نعمة وأعطانا بركة وأعطانا ملء روح قدس، ولكننا قد نتجاوز الحد، ونحن بعد أن خرجنا من جرن المعمودية ممسوحين بسر الميرون، ولكن يستهوينا العالم ويجذبنا بعيدا عن وسائط النعمة. وهنا تكون الفرصة سانحة للشيطان يتلاعب بنا كيف شاء. نحن نولي بعيدا عن مصدر النعمة وعن مفاعيلها المقدسة. والذين لم يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم إلى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. انصرف الابن وتلازم مع أصدقاء السوء ولعب به الشيطان كما يتلاعب بكل فرد منا. ثم ماذا؟ ذهب افتقر لأنه قد بذر ما ورثه وما أخذه من أبيه بعيش مسرف. جاع ليس إلى الغذاء المادي، بل جاع إلى السلام الداخلي، الفرح الداخلي، ولكنه استمر على ما هو فيه وتوجه من الجوع إلى من يرعى الخنازير، وهي في عرف
ذلك الزمان أنها نجسة ولا يليق الالتصاق بها وحتى ولا أكلها لشعب المؤمن. ماذا حدث؟ حدث جوع، لم يجد ما يأكله أو ما يروي عطشه الداخل إلى النعمة التي كان محاطا بها في كنيسة المسيح، محاطا بها في بركة الروح القدس في كنيسته، في اجتماعاته، في ترنيماته، في الصلوات والقداسات. جاع أو تجرد من النعمة ومن القوة الممنوحة له من السماء. استمرأ المرعى وطاش وبدأ يفكر فيما يأكل. صاحب المزرعة أو قل الشيطان لما قبض بيديه على ذلك الإنسان لم يعطيه فرصة لكي يعود، وضعه مع الخنازير وحرم عليه أن يأكل حتى ولو من طعام الخنازير، يعني غرق في الملاهي، جاع إلى الحق، تاهت أمامه السبل. ولكن في لحظة من اللحظات استعاد عقله كما استعاد فيما مضى نبوخذ نصر عقله. نبوخذ نصر ملك وعظيم وبيتمشى فوق الأسوار ومفتخر بما بنى وبما شيد من قصور والأبهة التي يعيشها، ويقول أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها بقوتي واقتداري؟ الواد فكر خدقه الميراث وقعد وسط أصدقائه ونسي نفسه أن هنالك ما هو أثمن وأهم من كل هذا. نبوخذ نصر في كبريائه طرد من المملكة، وذهب كما ذهب هذا الابن الضال ليحيا بين الخنازير. ونبوخذ نصر عاش مع الحيوان وأكل مثل الحيوان وطال شعره وطال ظافره، وفيما هو في هذه الحالة التي أرسله فكر أين، كيف ضاع مني هذا؟ عاوده قال إن الله متسلط وهو الذي يتصرف في ممالك العالم كله، دعنا ننصرف مرة أخرى ننظر لذلك الابن الذي لم يرتدع ولم يشعر أنه في مزلة، مزلة الشيطان والخنازير وكل ما هو فيه من وحل ومن مستنقعات. حاسب نفسه هنا، افتقاد الله لنا، افتقاد السماء لأبنائه. كم من أناس تاهوا أو ضلوا عن النعمة، ولكن الله في محبته في حنانه يشفق علينا ويعيد إلى أذهاننا ما نفقده أثناء الطياشة، ويعطي لمسة وداعة تعيد الإنسان وفكره إلى بصيرة نيرة. حسب الحساب أنا فين وصلت لفين وسأبقى على هذا الحال؟ ربما سمع كلمة تقول قدم حساب وكالتك، ربما سمع أو أحس أن العمر به قد يطول وهو في هذه الحال، أراد أن يستعيد
السلام والطمأنينة التي فقدها، عاتب نفسه: أنا هنا أهلك جوعا. السماء كأنها صارت نحاسا أو رصاصا لا تسمع لي، إذا ما قلت يا رب مش قادر أقولها، لست من القدرة أن أواجه الله. الموت موجود ولا أستطيع أن أقول أنه ليس هنالك فراق أو غياب عن العالم، لابد أن أترك. إلى أين أذهب؟ ما مصيري؟ ابتدى يهتز ويحاسب نفسه، ويرى أن الشيطان الذي خدعه والأصدقاء الذين هم في صورة بشر كم هم متمردون على النعمة، والتصق بهم ولا أحد فيهم يسمع لكلمة مقدسة أو يردد آية أو يشعر أن السماء للمؤمنين وليست للضالين أو الشاردين. ماذا يفعل؟ يحاسب نفسه: أنا هنا أموت وأهلك، أنا مش حاسس اللذة أو الحرية التي فكرت أن أصل إليها، لا أجدها. في الداخل اضطراب، وفي الذهن هنالك قلق والحساب على أن هنالك آخرة. لا أستطيع أن أنكر أن يوما ما سأفارق الحياة، ما مصيري؟ لا، إلى هنا نقف ونعمل حسبة مع النفس. أعود إلى أبي، أعود إلى أبي. كيف تعود؟ أنكرته وهربت منه، وفي الوقت نفسه الاجتماعات قدامك، وتأتي عند الباب وتمر على الكنيسة وكأنها غير موجودة أمامك. في بعض الأصدقاء كنت بتصادقهم، كم دعوك وكم وعظوك وكم قالوا لك: يا فلان هيا تعالى، ليس هنالك من مخلص غير يسوع الأب السماوي، الأب العطوف الحنون. فيقول نفسه: كم من أجير عند أبي، وأنا هنا أهلك أموت جوعا. ده أنا بهلك أجير. كم من أناس كانوا لا يعرفون المسيح، فإذا بهم يطرقون الباب ويصلون إلى يسوع. لا، أنا أقوم الآن، الآن أيوة الآن، بعد شوية قال ما اضمنش. والآن كل اللي اتعمل وهدمت كل القيم الروحية وكل ما في قلبي نجاسة ودنس، كيف أقدر أن أعود؟ ومن الذي يقبل اعترافي؟ ومن الذي يستطيع أن يسوي الحساب بيني وبين الآب السماوي؟ يسوع المسيح هو الابن الوحيد الذي نزل إلينا من السماء وصار مثلنا في الجسد لكي نعيش بالقرب منه بدون خوف أو اضطراب أو رعب. ليس هو الإله المخوف المرعب الجبار الذي لا يستمع لأبنائه. لا، يسوع قال: لا أعود، لا أدعوكم عبيدا بل أبناء. بهذه الدالة سأعود إلى أبي وأقول له: أخطأت يا أبي، إلى السماء وقدامك أعود إليه وأقول: ولست مستحقا أن أدعى لك. بأي جرأة؟ لا، انتهى.
المسألة يمين أو يسار، فردوس أو جهنم. الحياة انتهت الأيام في الضلال وفي الفساد وفي إنكار النعمة وابتعدت عن المسيح. أين صوت المرنم والترنيم؟ أين صوت القداس؟ لا لا لا، ده أنا جعت كثيرا، أنا هنا أهلك جوعا. يقوم الإبن من غفلته يستيقظ، والإله يشجع فيه هذه العودة، وهو مطمئن رغم ما عمله لما عرفه عن الأب وحنانه وعطفه وحبه، كان مدلل لدى أبيه. أعود الآن. الأب بعلمه السابق، الإله القدوس واقف ينتظر عودة كل واحد منا من الغربة، من المجاعة، من المكان البعيد، من التيه والضلال. يسوع واقف ينتظر، وهو يعلم أن كلمته سوف تنبه الضمائر ويعود هذا الابن مرة أخرى. وبهذا الإحساس وبهذه النعمة الإلهية التي هو مصدرها يسوع الإله القدوس، تتدفق الرحمة. ويسوع في انتظار عودة ذلك الابن في كل لحظة كما هو ينتظرنا دائما. وإذ به يرى ذلك الابن قادما من بعيد مهلهل وفي غاية الضلال وفي غاية المهانة، ماذا فعل الأب؟ ركض، جرى إلى الابن، مش ينتظر لغاية الابن ما يوصل عنده، لا، لئلا يراه الناس ويبهدلوه أو يقولوا إيه مين ده اللي ماشي، ده الواد التايه، الإنسان اللي كان في الخمرات وفي أماكن الشر، الذي لا يدخل باب الكنيسة ولا يستمع إلى صوت الوعظ، وليس هنالك من كلمة روحية تبدو على ملامحه تطمئننا عليه، بل ولكن الآب خوفا عليه ركض الآب. وبماذا يستقبله؟ يا للعجب يا للعجب، الآب يفتح أحضانه ويعانقه ويقبله. ماذا تفعل يا يسوع؟ ده من الناس اللي هم من انت عارفهم، الكتب والفريسين يقولوا عنهم يسوع محب للخطاة والعشرين، قال ما جئت لأهلك بل لأخلص، عملي جيت بي على الأرض أخلص. أنا خلقت الإنسان وقلت أنه حسن وحسن جدا، كيف أتركه؟ أني خلقته لكي يسبح ويهلل مع الملائكة، كيف أتركه لقمة سائغة في فم الشيطان يفترسه؟ ركض يسوع، جال يصنع خيرا، ولم يتركنا ولن يتركنا، إنه يبحث عن رعيته في كل موقع وفي كل مكان. الابن الذي جاء لكي يقول له اجعلني كأحد أجراك، أجير وراء البهائم في أي مكان تضعني، أكنس، أنظف، أكون مع البهائم في أي موقع. لا، ماذا فعل الآب؟ يقول للخدم، للكنيسة ولأتقياء المسيح وللمؤمنين ساندوه، هاتوا الثوب الأول. إيه هو الثوب الأول ده؟ الثوب الأول ثوب الملك، ثوبي أنا،
الثوب بتاعي، الثوب بتاعي هات الأول، الحلة الأولى يا يسوع تدينا ترجعنا بعد كل حلة. أقولون أي ده ابني لم ينتظر الآب. لما ركض الناس يبصوا يقولوا إيه ده اللي بيجمعه المسيح، إيه محب للعشرين والخطاة، ياما بهدلوه وياما قالوا عن المسيح أكل وشرب خمر. إيه ده إيه ده بهدلة الآب السامي وركض، صار هزءا وهو يركض والكل يشوفه في الشارع بالثوب الكبير بيبهدلوا فيه. لكن يسوع من حبه ورحمته أمسك بابنه وقبله وقال إيه الحلة الأولى، حلتي من المناسبات الحلوة، سر التناول، الولائم، الحلة الأولى. وتاني ضعوا خاتما في يده، الله يعني رباط، حذاء في قدمي. يا لك من محب إلهي بتصير الخطاة قديسين والأشرار تعيدهم إلى نعمتك ويعودون أقوى وأفضل من الأول بكثير، والكنيسة تضعهم في مكان القديسين ومعهم التيجان والأكاليل، يأمر عبيده أن يذبحوا العجل المسمى في وليمة. ندعو الناس ونقول متفضلوا، ده احنا عندنا فرح زي ما بيحصل. ومين جاء؟ وإذا بالابن الكبير كتبوا فريسيين أو الناس اللي ليهم التقوى الظاهرية يقولوا برا من بعيد، إيه الحكاية؟ أنا سامع أصوات موسيقى طبل وزمر، هذا حادث في البيت، إيه فيه إيه؟ قالوا في فرح كبير، أخوك اللي طلع من زمان، فاكره اللي كنت بتقول عليه، وزي ما أنت قلت إنه هو بعيش مسرف أنفق كل ما أخذه من أبيه، بدد وخالص برا، قالوا في وليمة، اتفضل اتفضل، أبدا لم يشأ أن يدخل فيها، ده مش داخل، ليه مالك؟ جرى إيه؟ ما اتفضل. الأب بهدل نفسه وهو بيجري عشان يتلقى ويحتضن الابن الصغير قبل أن تتلقفه الأيدي وتسيء إليه وتهزئه وممكن يقتلوه ويهنوه، زي ما قتلوا استفانوس رئيس الشمامسة، وكان بولس الرسول واقف عند ملابسه واستفانوس يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، امسحها اغفر لهم. يا استفانوس مش شايف الحجارة؟ مش حاسس؟ لا، يسوع اتصلب وتهان وقال اغفر لهم، انا زي سيدي يغفر. شاول فيما بعد يقول عن نفسه، هو قال انا اتعلمت الشريعه وفاهم ان ده ضد الشريعه، ولم يذكر عن شاول انه كان شريرا، لا، كان هو بيدافع عن الشريعه القديمه، ولم يؤمن ولم يكن يشعر ان هذا هو المخلص الذي انتظرته الشعوب والامم، فيقول عن نفسه هذا العالم بجهل فعل. ويسوع في حنانه افتقده، افتقده، والأنوار أشرقت وسقط هو على الأرض، وسمع صوت الأب السماوي يسوع المسيح يقول له لماذا تضطهدني شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ ليه بتضطهدني؟ ليه بتحارب أولادي؟ ليه أنت بتسيء إليهم؟ يا بيفتقد ده، تقد ده
ولما وقع على الأرض يا ريت قام سليم، قام تعبان وعينيه ما بتشوفش، وقادوه كأعمى. الابن الكبير جماعة الفريسيين أو الذين لا يعترفون بالرجوع إلى المسيح والتوبة تذمر ولم يقبل أن يدخل، والأب في رحمتي طلع تاني، والضيوف موجودين ومليين المكان في الحفلة. الأول دكة اتبهدل وجيب له قدام الناس وقعد يجري ويركض، جاء ليسوع يصنع خيرا ويقول له أليس هذا هو النجار ابن يوسف؟ بهدل وإهانة. والتاني برضه قال لا 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 مش داخل، أنا بعيد، حتى جدي ما ادتنيش. ده تكرمه كل الإكرام ده، يعني كأنه عاوز الأجرة. الله بيعتبرنا أبناء، وإحنا نقول له ده إحنا عملنا وعملنا، ده إحنا دينا بنخدمك، ده إحنا دينا بنصلي لك. وكلنا يعرف مثل الفريسي والعشار، ماذا حدث؟ الابن الأصغر رأى حنان الأب العجيب كما يدعو كل واحد منا لكي يرتمي على صدره ويسوع يحتضنه ويقبله، وعيناه تذرف منها الدموع يقبله وهو يروه فوق الصليب معلقا، اغفر لهم يا أبتاه لأنهم يفعلون ما لا يدرون. اللي بيعملوه ما هم مش عارفين، دين بيلتمس لنا العذر، يسوع بيعطف علينا حب جارف لا يوجد في غير قلب يسوع، يسوع الإله، وليس هنالك من يغفر سوى. والابن الكبير لم يشأ أن يدخل البيت، قال سبتها لكم مش هدخل خالص، كبرياء، عدم اعتداد، كراهية، حقد عليه كما يحقد البشر علينا ويسيء للمسيح وأولاد المسيح. لكن المسيح في رحمته وفي حبه وفي قدرته أيضا هو يقف بجانب أولاده حماية لهم من الشيطان الشرير ومن أعوانه الذين لا يتركون فرصة لكي يتركوا للمسيحيين كي يتعبدون بهدوء. لكنهم مع كل هذا أولاد المسيح دائما محفوظين بنعمته وحراسته، لا يتركهم نهبا للشيطان ولا لأعوانه، بل هم دائما يفتخرون بصليب المسيح ويرسمونه على جبههم، وهم يشعرون أنه قد احتل يسوع هذا الصليب، وبدل ما نصلب نحن بخطايانا هو صلب عنا، وهو قد غفر لنا وجعل من ذلك اللص الشرير القاتل قديسا، رأى بعينيه كيف أن المسيح وهو على الصليب يغفر وينادي بالغفران للجميع، ولذا يرتمي عليه بسرعة، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا للعجب، وينصح زميله يقول له احنا هزأنا كثير وقتلنا كثير وسرقنا كثير، لا 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 كفاياك. لكن الثاني فكر في نفسه انه هو يجاري ويمشي عشان ينزلوه من على الصليب، وهو يعلم هذا وذاك، انه اليوم لو قبل الغروب ما ماتوش هيكسروا رجليهم. فدك خاف، لكن اللص اليمين عاوز روحه تطلع بسرعة، عاوز يمشي وراء المطلوب،
الذي قال له اليوم تكون معي في الفردوس. اليوم ازاي انت لسه كل اللي عملته ده في لحظة؟ ايوة في لحظة. اللحظة دي قد لا تواتيني او تهرب مني. الحق نفسك وانا الحق نفسي. اليوم تكون معي في الفردوس. دعوة المسيح، حب المسيح، قدرة يسوع اللانهائية جاء لكي يخلص ما قتلك. الابن الضال، كلنا قد نضل الطريق ولكن يسوع دائما يفتقدنا، يهتم بنا، يرعانا دائما. هو يعرف كيف يخلصنا. نعمته المجانية تساندنا وترسم لنا الطريق. وإن كنا في أعمالنا مهما عملنا لا نستطيع أن نقول أننا نعمل ونعمل ونعمل، إننا نضل أنفسنا وليس الحق فينا. لو قلنا إننا بلا خطية نكذب على أنفسنا، لكن لما نقول يا رب رحمتك حبك غفرانك تواتينا النعمة وتساندنا في الطريق. يسوع يحفظكم، يبارككم. أيام مقدسة تعيشوها دائما في بركة يسوع، ممتلئين بالنعمة التي تقوينا وتسعدنا وتعطينا غفرانا وسلاما. سلام لجميعكم. يسوع معنا. ايه رأيكم؟ انا قفلت الميكروفون عشان ما يتسجلش تصفيقكم. ايه رأيكم؟ لكن فتحته بعد ما خلصته. ها؟ احنا نصفق لما نقول لكم صفقوا. انتم متهللين، الكلام بيقوله يسوع، ونشكر اللي بيفتقدنا وبيحبنا. فأرجوكم اتركوا التصفيق، وإلا ما عرفش إن كنت أجيلكم ولا تسدوا الطريق عليا بالتصفيق ده، يبقى ما ينفعش. أبطل أجي؟ بطل التصفيق. هتعيدوني بكده ولا هتهربوا وتخالفوا؟ لا، انتوا قولوا نشكرك يا يسوع، المجد لك يا يسوع، يفرحكم ويريحكم ويغفر لكم خطاياكم، وبصلاتكم لي ربنا يقويني وجهي. لا، ما دام مش عارفين تعبروا اسكتوا، ما دام مش عارفين اسكتوا بطلوا، ما دام مش عارفين صح خير لكم ان تصمتوا. شكرا ليسوع الهي. شوف اسمع، الصحة الجسدية دي عطية وهدية، لكن افرض المرض، نشكر يسوع ونقول الطريق اللي احنا او الايام هتنطوي على الجميع. سلام لكم، بركة ونعمة. يعني نقول أبانا الذي ولا بلاش. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، يأتي ملكه، تكن مشيئة كما في السماء الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمسلمين إليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربي، لأن لك الملك والقوة والمجد. يا رب السلام.